تخيلي اصلي بطلبه من ساعه ما رجعت ما بيردش. ايه ده؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ عمار يعرف منين ان سليمان هو اللي قتل اشرف؟ ده شك في اخلاص لسعادتك واتهام ولا انا بتهيألي؟ وانت ليه خدتها بالشكل ده؟ عشان سعادتك ما شفتش باصص لي ازاي وانت بتسألني السؤال؟ وانت كمان ما شفتش نفسك وانت بتقول لي خبر موته بمنتهى الهدوء كده؟ الله يرحمه يا فندم، مش هيغلى على خلقه. ونعم بالله. مؤمن قوي انت يا سيد. يعني يا فندم بحاول اقلل ذنوبي على قد ما اقدر. وذنوبك دي بقى من ضمنها الخيانه؟ عمري ما خدتش فيها ولا ذنب واحد حتى يا باشا. احسن برضو. انا اصلي ما عنديش غير ذنب واحد بس. بقتل اللي بيخوني. بس ده مش ذنب يا باشا. ده ممكن يتحط لك في ميزان حسناتك انك بتخلص البشريه من الفصيله دي. قول لي عملت ايه في موضوع الجارد الجديد اللي هياخد باله من وجيهه المدام؟ ما انا كنت جاي استاذن سعادتك عشان انزل اجيبه بنفسي. بقالي ايدك منه قوي. سعادتك امتني امانه ولازم اكون قدها. وبعدين يا فندم تقدر تعتبر اللي جاي ده اتنين في واحد، غير ان هو جارد سواق مفيش منه. المدام عندها ميعاد بكره مع الدكتور، تنزل معاها تدي له ميعاد يقابلكوا في العياده، بعد ما تتفق معاه تجيبوه معاك وانتوا جايين. امرك يا فندم، عن اذنك. سيد المدام من الطيارة للعيادة ومن العيادة للطيارة، لا تروح لا كده ولا كده. رسالة سعادتك وصلت، ما تقلقش يا باشا. أوامرك هتتنفس بالحرف الواحد. أستأذن سعادتك تبقي جاهزة بكرة قبل ميعاد الطيارة عشان ما نتأخرش. بجد؟ سلم بيه أمرني ننزل معاكي بنفسي. عن إذنك. اتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي هي حنفية الماء اللي في وشك دي ما بتقطعش أبداً. بتعيطي على مين المرة دي؟ بعيط على خيبتي. شفت اللي حصل يا سيد؟ إيه اللي حصل؟ سمعيني الأخبار العظيمة. اهبديني في وشك. بعيط على عجم اللي راح. بتعيطي على راجل مات بقاله 8 سنين؟ بعيط على خيبتي وعلى مستقبل اللي راح. واطية، وأنا اللي فاكرك بتعيطي على الراجل، أتاريكي بتعيطي على نفسي. أنت بتتريق إيه سيد؟ طبعًا أتريق، ما لفش المراية وأقعد أنوح زيك. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ مش أخل ده. هو اللي جاب لها سكة عجمي، هو اللي جاب لها سكة غيره. عيطي يا حبيبتي، عيطي. عايز اعرف ناوي على ايه يا باسم؟ اكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده. تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من ابوكي. بابا ادخل. هو بابا مش هنا؟ ما انتي عارفة انه مش بينام هنا عشان خاطر وجيه. هو مش في اوضته؟ ما انا افتكرته هنا عشان كده. يمكن خرج. كلميه على الموبايل ده لما كانش قافله. اوكي انا هنزل اشوف تحت في المكتب. شكرا. الو ايوه بابا انت فين؟ قلقتني عليك. ايه في حاجة عندك؟ لا مفيش، انا بس بطمن على حضرتك. لا انا كويس، بس انت قلقتيني. طيب هو سيد معاك؟ لا اشمعنى يعني؟ ازاي بس يا بابا؟ امال حضرتك مشغله عندك ليه؟ الله فيها بس انت ما تفهميني. مفيش يا بابا، انا بس بطمن على حضرتك. انت شايف البلد قلق اليومين دول، وما ينفعش حضرتك تمشي من غير حراسه. ما تخافيش عليا، مفيش حاجه هتحصل. ولو انه احساس جميل قوي اني احس انك بتحبيني وخايفه عليا، اصلها مش عوايدك. طيب ممكن تخلي بالك من نفسك؟ وانت كمان. اوكي تصبح على خير. بني يا حبيبتي. ما تقوليش ان بسنت قلقانة عليك. وايه الغريب في كده؟ لما هو مش غريب. انت مستغرب ليه؟ على فكرة انت وحشتيني. وانت كمان.
بظبط. ايوه يا انسه يا بسنت. انت نايم يا سيد؟ لا بجرب السرير. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش يا فندم، بقول اموريني. وش كده؟ يعني ايه؟ يعني باسم قال لك في وشك انه خارج من السجن عشان ينتقم من ابوكي؟ ايوه يا سيد، وطبعا مش قادره اقول الكلام ده لبابا. هتقولي له ايه؟ انا دفعت 750 الف جنيه لباسم عشان يخرج ينتقم منك، فهيقول لك قوي قوي يا حبيبتي. خليه يعدي عليا بكره في المكتب بس، والنبي وصيه ما يتاخرش عشان يخلص عليا بسرعه، عندي ميعاد. ممكن تتكلم بطريقه افضل من كده عشان اقدر افهم؟ انا اسف يا فندم بس اصل الموضوع كله في شنك. عايزاها نصيحه، اطلعي نامي. اطلع نامي يعني ايه؟ وايه في شنك اللي انت بتقول عليها دي؟ اصل باسم ابن عمك من الاخر يعني بقه ما بيعملش حاجه، فانا رايي يعني ما ترملوش ودن عشان ما تستخدمهاش في كلام فارغ. طب والكلام اللي هو قاله؟ طب انا راضي ذمتك، شفتيها حتى في فيلم هندي، الدنيا علمتنا ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش. لا يبقى انت ما تعرفش باسم، بس ممكن يعمل اي حاجه. زي ايه يعني؟ ممكن يقتل مثلا. يقتل؟ يقتل فرخه، يقتل كتكوت، يقتل سعادتك من الضحك، لكن يقتل كده بحق وحقيقي ودم؟ ما اعتقدش خالص يا فندم، انا رايي ارمي طوبته. سيد عايزك تخلي بالك من بابا الكام يوم دول وما تشيلش عينك من عليه، وكلم باسم وفهمه انه الالتئام ده ملوش لازمه. لا كده واضح ان سعادتك مخبيه عني حاجه. لا وهخبي عليك ايه يعني يا سيد؟ اصل عقليها سعادتك، واحده دفعت 750 الف جنيه لمحامي عشان يخرج واحد من قضيه، يقوم الواحد ده اول ما يخرج يبقى عايز ينتقم من ابوها عشان مش طايقه وعايز يخلص منه، ولا في اي اعتبار للجدعنه اللي انت عملتيها له؟ موضوع يعني ما يخشش دماغ عيل صغير، بس لو سعادتك فاهماه اشرحيهولي والنبي واحده واحده عشان انا مش هضم الحكايه دي كلها من اولها. صحيح، انا نسيت اقول لك تروح للمحامي عشان تصرف بقيه الاتعاب. ما انا برضه نسيت اقول لك ان انا كبلت شيك باسمك. ايوه طبعا صح. انا يا هان. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضلي بس تريحي دقيقه على بال الكشف اللي جمله. أنا هستأذنك يا فندم، واضح إن الجارد الجديد جه، أنا متفق معاه أول ما يجي يديني رنة. طب ممكن ما تبعتش؟ أحلى جملة بحب أسمعها.